خلونا نروح مع حضراتكم دلوقتي في جولة في المحافظات، ومعانا مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح في محافظات الجمهورية، ومنها تسليم عقود عمل ووثائق تأمين للعمالة غير المنتظمة في البحر الأحمر، وكمان توفير 54 ألف فرصة عمل من خلال 18 ألف مشروع للشباب، وانطلاق جلسات التشاور لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية في أسيوط. أخبار تانية كتير هنعرفها في السياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من أسوان اللي تم فيها تنظيم قافلتين طبيتين ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة داخل قرية التوفيقية التابعة لمركز كومامبو وقرية الحكمة التابعة لمركز نصر النوبة، ونجحت القوافل دي في إجراء الكشف الطبي ل 3720 مواطن. في البحر الأحمر تم تسليم عقود لذوي الهمم وشهادات تأمين للعمالة غير المنتظمة ووثائق تأمين للعمالة غير المنتظمة، وكمان تم منح جوائز لأوائل خريجي وحدة التدريب المتنقلة بالمحافظة لمساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة في ضوء مبادرة حياة كريمة. في الشرقية تم الإعلان عن إجمالي قيمة المشروعات اللي تم تمويلها من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية مشروعك، واللي وصلت ل 2 مليار و 986 مليون جنيه لتنفيذ 18,118 مشروع. المشروعات دي وفرت 54,648 فرصة عمل للشباب وأبناء المحافظة في مختلف القطاعات. في شمال سيناء استقبل مستشفى بئر العبد المركزي 19 طبيب وطبيبة من الجامعات المصرية في مختلف التخصصات الطبية لإجراء العمليات الجراحية والكشف على المرضى بالمجان. في الأقصر تم تحليق أكثر من 60 رحلة بالون طائر أقلت على متنها أكثر من 1600 سائح من حول العالم للاستمتاع بسحر الطقس الشتوي الدافئ، والتحليق في رحلة المغامرة الأولى في مصر فوق المعابد والمقابر الفرعونية والطبيعة الساحرة. في أسيوط تم انطلاق جلسات التشاور لمناقشة مقترحات المواطنين للمشروعات اللي هيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2023-2024، وذلك في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.